هذا هو عزيز ابو حدوس، اكتشاف في كاس افريقيا الماضيه بالغابون مع اول اهدافه في مرمى طوغو اللي قالوا تتذكرون تالي فائده المنتخب المغربي بالثلاثيه. اذا خالد بوطيب يخرج بهذه هنا طريقه يعني خاصه يحيي بها ايرفي رونار خالد بوطيب. وطبعا هذا الفتى المدلل للمدرب ايرفي رونار تشعر بانه فعلا علاقه هي اخويه وعلاقه اكثر من رائعه، ولو تشوف حتى المحيط المنتخب المغربي وهذه النقطه التي تحدثت عنها وهذه هذا ليس بسر ولكن من اسباب نجاح المنتخب المغربي هو المحيط. طبعا محيط عائلي تشعر بان الاجواء عائليه اجواء اخويه اينما حل وارتحل المنتخب المغربي. وطبعا من خلال الفيديوهات التي شاهدناها هناك في معسكر نعم تورينو خير دليل على ذلك.